ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفين الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. بعد التحية دكتور سعيد، مظاهرات عدة نشهدها منذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة في كافة دول العالم وخصوصا في أمريكا، احتجاجا على ما يحدث من جرائم وعنف وتهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم. برأيك هل من الممكن هذه التظاهرات أن تأتي بثمارها الإيجابية في تغيير مسار قرارات الإدارة الأمريكية والتخلي عن دعمها الدائم والمستمر والمستميت أيضا لقوات الاحتلال في الضفة الغربية؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وعايزين نقول فعلا ان دي سياسه شديده اللين تجاه اسرائيل، داميه وعنيفه بطريقه وحشيه على قطاع غزه، ليس فقط على قطاع غزه ولكن ايضا على كل الاراضي الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه واخواتنا في فلسطين. وعايز اقول لحضرتك ان ده فعلا زي ما احنا سمعنا من التقرير، ان احنا يعني الناس في الولايات المتحده الامريكيه رفعوا شعار من العاصمه الى فلسطين نحو نحن الخط الاحمر، ده اشاره اللي حصل لما اتكلم بايدن ان رفح او مدينه رفح بالنسبه لهم خط احمر ولا يجوز على اسرائيل ان تدخل في هذه المدينه. ولكن عايز ارجع بحضرتك ان الموضوع ليس فقط من شهر مارس ولكن من حوالي 5 شهور، لما بدانا في 5 ديسمبر 2023 وكان في حوالي 3 رؤساء من الجامعات من الولايات المتحدة الأمريكية كانوا أمام لجنة مجلس النواب المعينة بالتعليم والقوى العاملة حول كيفية تعاملهم مع الحوادث المعادية للسامية في الجامعات، وخاصة جامعة كولومبيا. جامعة كولومبيا دي اللي انطلقت منها شرارة المظاهرات بالنسبة للطلبة. أنا أعتقد أن يعني البيت الأبيض بيحسب 1000 حساب للتهم الموجهة للرئيس بايدن، أن من خلال انحيازه الغير العادل في نظرته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وده أثر زي ما حضرتك قلتي فعلا في جذب الناخبين سواء من العرب المسلمين الليبراليين اليساريين، وده ما بيمكن إعطاء الرئيس السابق دونالد ترامب فرصة كبيرة لهزيمة بايدن في الانتخابات القادمة نوفمبر 2024. وطبعا هناك استطلاعات رأي من كثير من مراكز الفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية بتوضح أن بايدن خسر فعلا 11 نقطة لدى الناخب الديمقراطي، حوالي 7% لدى المستقلين بسبب قراراته بشأن الحرب الجارية في قطاع غزة. أنا أعتقد أن مثل هذه المظاهرات وتكاتف القوى الشعبية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية المناهضة تماما، عايز أقول لحضرتك الشعب الأمريكي بيسأل ويتساءل لماذا كل هذه المساعدات العسكرية الضخمة بالنسبة لإسرائيل. فأنا أعتقد أن مثل هذه المظاهرات أعتقد أن ممكن تجني في مراه، ولكن نخلي بالنا أن يعني هتجني في مراه ممكن في المساعدات الإنسانية في فتح بعض المعابر. لكن دكتور سعيد، هذا سيقودنا لهذا السؤال تحديدا، برأيك بعد كل هذه المظاهرات والاحتجاجات تنديدا بما يحدث الآن من دعم مستمر من القيادة الأمريكية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، هل من الممكن أن نرى ولو شأن بسيط في هذا المجال أو في هذا الصدد تحديدا من الإدارة الأمريكية أن تتنازل عن دعمها الدائم لقوات الاحتلال احتجاجا طبعا أو إرضاء للشعب الأمريكي وإرضاء للمسؤولين الحكوميين الذين قدموا استقالتهم احتجاجا على إدارة القيادة الأمريكية الحالية؟ خلي بال حضرتك احنا عايزين يعني خلينا كده نؤمن باحد الثوابت اللي بتقول ان الولايات المتحده الامريكيه سواء ساعدت او عملت مساعدات انسانيه او سواء استجابت لبعض هذه المظاهرات وبعض مطالب هذه المظاهرات، الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأول لإسرائيل ولن ولم تتخلى عن مساعدة إسرائيل سواء إذا كانت عسكرية أو بالدعم اللوجستي بالنسبة لإسرائيل. لو تعرضت إسرائيل لخطر وجودي أو حتى هزيمة نهائية، وده دي الثوابت اللي موجودة في عقل كل القيادات في الولايات المتحدة الأمريكية، ده هيؤدي إلى تضعف صورة الحليف الأول لإسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في عيون منافسيها الدوليين اللي هم الصين وروسيا. فأنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو رضغت لهذه المظاهرات لهذه المطالب سوف تكون من خلال الدعم الإنساني المساعدات الإنسانية فقط بالنسبة لقطاع للسلطة الفلسطينية، ولكن لن ولم تتخلى عن هذه المساعدات العسكرية بالنسبة لإسرائيل. أنا عايز أقول لحضرتك إن هو اللي هي الحليف الأول بالرغم إن
يعني زي ما بتقولي حضرتك ان في بعض الاستقالات من الولايات المتحده الامريكيه وبعض الاستقالات من مراكز كبيره جدا وقيادات كبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن ارجع تاني مع حضرتك كده في شهر 2 لو نفتكر في زياره نتنياهو للولايات المتحده الامريكيه كان بعض التاثير بالنسبه للراي العام للولايات المتحده الامريكيه مع بايدن، وده اللي كنا لاول مره نسمعه منذ سنوات ان بايدن كان بيتكلم على حل الدولتين ومبدا حل الدولتين. يبقى احنا بدانا نلاحظ ان هناك تاثير على هذه المظاهرات، تاثير من الراي العام الموجود في الولايات المتحده الامريكيه، ولقينا الولايات المتحده الامريكيه بتعيد صياغه مره اخرى مبدا حل الدولتين وبتتكلم على ان لازم يكون هناك دوله فلسطينيه بمقابل الدوله العبريه. وايضا لو حضرتك تفتكري كمان منذ شهر لما منعت الولايات المتحده الامريكيه تصدير شحنه من الشحنات الخاصه بالاسلحه لاسرائيل، فانا اعتقد ان ده صور واحد اليات استجابه الولايات المتحده الامريكيه لمثل هذه المظاهرات. اشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس، شكرا جزيلا لك.